أدى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد لمين للشيخ رفقة سفيرنا في تركيا السيد محمد أحمد والمحمد لمين زيارة لجناح موريتانيا في المعرض الدولي الذي تحتضنه مدينة أنطاليا التاريخية في تركيا. وتميز هذا الجناح بإقبال كبير من مختلف الجنسيات التي تزور هذه المدينة السياحية، ويقدم المعرض صورا حية عن إسهام بلادنا ودورها المحوري في نشر الحضارة العربية الإسلامية وإبراز مقدراتها الثقافية والتراثية. كما عاين الوزير جانبا من الاستعدادات والتحضيرات المقام بها للجناح الموريتاني المشارك في المعرض التركي الذي ستنطلق فعاليته غدا. وأكد المفوض المكلف بالمعارض السيد عمر والعابدين سيدي لقناة الموريتانية أن التجهيزات والتحضيرات لهذا الحدث الهام قد اكتملت، وأن بلادنا ستشع من خلال نجاحها بما يحويه هذا الجناح من ثراء في المعروض الثقافي المنوع.